السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة فضاء سربية التوازن. الفيديو ديال اليوم الأصدقاء نوريكم الطريقة كيفاش ديروا تصنعوا فقاصة في المنزل بأدوات بسيطة بدون تكلفة بدون أي شيء. أدوات جد بسيطة كما كتشوفوا، عندنا كرتون، أنا غادي نشرح لكم الأدوات اللي استعملت وكل أداة شو الدور ديالها في هذه الفقاصة. كما كتشوفوا هنايا هادو راه غلاقات نتاع القراعي نتاع الماء وغلاقات نتاع البيدو نتاع الزيت. كما كتشوفوا انا درت بزاف نتاع الغلاقات، وانا غادي نشرح لكم الدور نتاع هاد الغلاقات من بعد. خليكم معنا الاصدقاء. وهنايا الاصدقاء درت بريز فين غتركب لينا البوله، هذيك البوله هي اللي غتعطينا درجه الحراره داخل الفقاسه كما غادي تشوفوا. وهاد الانبوب درتو هو فين غادي نبقى نكب الماء باش يصب ليا مباشره في واحد الاناء عندي لداخل في الفقاسه ديالي، مع الماء غيكون مباشره من تحت المصباح غادي ينتج لينا واحد الرطوبه ان شاء الله باش يقص لينا البيض. كما كتشوفوا راني درت بزاف ديال الغلاقات، وغادي نشرح لكم علاش درت هاد الغلاقات. هاد الغلاقات درتهم الاصدقاء ملي كانت عندنا درجه الحراره مرتفعه داخل الكرتونه، كنحاولوا نفتحوهم باش تنخفض لينا درجه الحراره، والعكس صحيح، الا كانت عاوتاني منخفضه كنحاولوا نغلقوهم باش ترتفع علينا درجه الحراره. يعني كنتحكموا في درجه الحراره بواحد الطريقه تقليديه وبسيطه كما كتشوفوا الاصدقاء. راه اي واحد يقدر يدير هاد اللعيبات بحال هادو، يعني ما تيحتاجوش شي حاجه، يعني هاد الادوات تلقاها في المنزل ديالك يعني، وكتصنع فقاصه وغادي تفقص لك البيض ضروري ومؤكد. يعني الا تبعتي معايا خطوه بخطوه كما كنشرح لك انا دابا، راه غادي تفقص لك البيض. ولا درتي شي خطا ما نضمنكش انا، يعني خصك تتبع الخطوات كامله اللي درت انا، حيت ديجا فقصت بها كما الا شفتوا في الفيديوهات السابقه راني ديجا فقصت بكرتونه البيض نتاع السمان. خليكم معايا ونشرح لكم بزاف ديال الحوايج باش تستافدوا معايا في هاد التجربه اللي غادي نوريكم. قبيله الاصدقاء وريتكم الفقاصه كي دايره من الخارج، دابا غنوريها لكم من الداخل. خليكم تعرفوا معايا على هاد الادوات اللي كاملين دايرين في هاد الفقاصه. كما كتشوفوا هذاك الانبوب نتاع الماء اللي قلت لكم كنصب فيه الماء، قلت لكم كيصب مباشره في الاناء ومباشره فوق المصباح، يعني خصو يكون فوق المصباح ضروري باش كينتج لنا واحد الرطوبه. كما كتشوفوا هذه هي الفقاصه، داير انا كرتونه في وسط كرتونه، جوج ديال الكرتونات داير، وانا غنشرح لكم علاش درت جوج ديال الكرتونات. خليكم معايا. وهنايا الفوق خليت هذا الاسباس هذا، راه ماشي خليته مفتوح غيبقى مفتوح، تما غندير واحد الزاجه باش غنراقب الفقاصه ديالي نشوف شنو كاين، واش الماء ناقص، واش المصباح فيه شي مشكل. ضروري خصك تراقب الفقاصه ديالك، الفقاصه كتخصها الاهتمام والانضباط وخصها المقابله بزايد، خصك تعطيها وقت. هاد الفتحه انا غادي نخليتها، انا نشرح لكم علاش خليتها. خليكم معايا وغادي نوريكم. هادي هي الفقاصه الاصدقاء، هكا هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. هنا راه درت غلاقات بزاف ديال الغلاقات، وهاد الفتحه اللي خليتها انا غنقول لكم علاش خليتها، غنوريكم. هادي هي منين كتنفس لينا الفقاصه ديالها، منين كنتحكموا في درجه الحراره خليتها مفتوحه باش نوريكم كي ديروا تركبوا داك الغلاقه، طريقه باش تركبوا داك الغلاقه. انا خليتها هنايا، يعني بيدو كتقطعو كتهزو داك الراس ديالو الغلاقه ديالو، كتقسمها على اربعه وكتبريسيها مع الارض باش تولي مسطحه بهذا الشكل هذا اللي كندير انا كما كتشوفوا. هيا كتشوفوا كي ولات، يعني دابا انا نوريكم كديروا تركبوها. وها علاش درت جوج ديال الكرتونات باش تعطيني واحد الفيكساسيون مزيان، يعني داكشي يكون عندي مضبوط، فهمتيني، يكون داكشي مريقل 100%. بهاد الطريقة الأصدقاء باش نبركو من الداخل على داك الغلاقة، هي كتخرج لينا الغلاقة هنايا، وكنوليو نتحكمو في درجة الحرارة من الخارج. يعني أي حاجة كتحكم فيها غير من الخارج، الفقاصة إين فوا كدير البيض ديالك فيها، يعني ما تفتحها ما دير ليها حتى شي حاجة. إلا كنتي غدير البيض نتاع السمان، راه ما البيض نتاع السمان مكيحتاجش التقليب الأصدقاء، راني ديجا فقصتو وجربت هاد القضية ولقيتو مكيحتاجش التقليب. البيض نتاع الدجاج كيحتاج تقليب الأصدقاء، يعني أنا كنت غادي نفقص البيض نتاع الدجاج غادي نخلي واحد الفتحة في الجنب منين نبقى نحشي اليد ديالي وغنقلب البيض غير من برا. كما كتشوف أنا درت بزاف ديال الغلاقات، وخصك دير تانتايا بزاف ديال الغلاقات باش تنجح لك العملية، حيت إن فوات تلقى درجة الحرارة مرتفعة خصك تفتح، لقيتيها منخفضة خصك تغلق. وهادي هي الشكل ديالها كيفاش داير هاد الكرتونة. وخليكم معايا في الفيديو، راه مازال بزاف ديال الحوايج غادي نزيد نشرحهم ليكم باش ما تطيحوش في شي أخطاء. كما كتشوفوا كنتحكموا فيها بطريقة تقليدية، الحرارة كنفتحوا
الى لقيناها مرتفعه كنغلقوها، الى لقيناها منخفضه. بهذه الطريقه هذه بلا ما نفتحوا الفقاصه ولا فهمتي، يعني كنتحكموا فيها من الخارج، يعني الادوات اللي درت انا كتفقص كتحكم في الفقاصه ديالك غير من الخارج. دابا انا كنحاول نغلقها، يعني ان فوا تلقى درجه الحراره عندك منخفضه خصك تغلق الفقاصه بهذه الطريقه هذه باش كترتفع عليك درجه الحراره. انا يعني دابا غلقتها هنايا، داكشي تقليدي ولكن فهمتي تكنولوجي فهمتي. انتوما كتشوفوا هذه هي الفقاصه. ودابا الاصدقاء باش فاش كتبغي توضع البيض ما ديروش قريب للمصباح، حيت الا كان قريب للمصباح غادي يفسد لك البيض، غادي يخسر، حيت درجه الحراره جهه المصباح كتكون مرتفعه بزاف، يعني غادي يفسد لك البيض. وهذا خطا كان وقع ليا في التجربه السابقه، يعني فقص لي غير البيض اللي كان بعيد على المصباح، اللي قريب للمصباح ما فقصش ليا. الاصدقاء خليكم معايا غادي نوريكم واحد البلان. ودابا الاصدقاء درت واحد الفتحه هنايا في الكارطون، هاد الفتحه هي فين غادي نحطو جهاز اللي يعبر لينا درجه الحراره، ترمومتر، يعني داك الجهاز اللي كيعبر به الانسان درجه الحراره هو اللي استعملت انا في التجربه السابقه، هو اللي غادي نستعمل حتى في هذه التجربه ان شاء الله. كما كتشوفوا الفتحه راه هي، يعني الراس نتاع داك الجهاز كيجي لينا لداخل، هو اللي كيعبر، يعني كنتحكموا في الفقاصه غير من الخارج، ما كنفتحوها ما والو، انفو كنحطوا البيض ديالنا كنسدوها كنتحكموا فيها غير من الخارج. وهذا البريز اللي كنركبوه في الضوء باش يشعل لينا المصباح، وكما كتشوفوا راه هو الانبوب، كلشي قلت لكم كنتحكموا فيه غير من برا، كنزيدوا الماء من برا، كان درجه الحراره كنتحكموا فيها من برا. وهذا هو الشكل ديال الفقاصه كيفاش تيكون. وخليكم معايا في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا توضعوا البيض، وبزاف ديال الطريقات باش تنجح لكم هذه العمليه. هذا هو الشكل ديالها النهائي، هو هذا، هكا هو، هكا خصها تكون الفقاصه ديالك الا بغيتي تنجح ليك. هنايا قلت لكم الاصدقاء راه كندير جاجه، فهمتي، في هذه الفتحه اللي خليت كبيره هنايا الفوق تندير جاجه باش كنراقب انا الفقاصه ديالي، يعني راه خصك الفقاصه خصها الاهتمام والانضباط، الا نسيتيها راه ما تنجح لكش العمليه. فهمتوني الاصدقاء، ضروري خصكم تقابلوها وتعطيوها وقت، حيت راه ماشي سهله هي، راه خصك تكون كابابل الا بغيتي تفقص بها البيض، خصك تقابلها وتعطيها وقت باش تنجح لك العمليه نتاع التفقيس. وبقاو معايا انا غادي نمشي نجيب دابا البيض ديالي وغادي نحطو في الفقاصه وتشوفوا العمليه كيفاش غادي تكون. وان شاء الله نتوما تجربوها وغادي تصدق لكم الاصدقاء، راه ماشي شي حاجه صعيبه. كنتمنى منكم الاصدقاء ديروا لايك، وبغيت ان شاء الله نوصل 1000 مشترك في هذا الفيديو ان شاء الله في اقرب وقت، وكنتسناكم ان شاء الله توصلونا ليها، حيت نتوما هما اللي غادي توصلونا ليها. بعد الاصدقاء ما كملت الفقاصه ديالي صوبتها، جبت دابا البيض كما كتشوفوا، وهاد العشب هو اللي غادي نفرشو في الارضيه نتاع الفقاصه ان شاء الله باش غادي نوضع البيض. راني ديجا فرشتو كما غادي تشوفوا هنايا، ها هو العشب هنايا، عشب يابس درتو تمايا باش نحط عليه البيض. انا الاصدقاء انا ما غاديش نفقص البيض نتاع الدجاج، غير نوريكم الطريقه كيفاش غادي تحطو، حيت ما درتش ديك الفتحه باش انني نحشي اليد ديالي ندخلها لداخل الفقاصه باش نقلب البيض نتاع الدجاج، حيت البيض نتاع الدجاج تيحتاج تقليب، راه كنعرفوا هذا الشيء، ولكن البيض نتاع السمان ما كيحتاجش تقليب. انا غادي نفقص غير البيض نتاع السمان كما كتشوفوا، اصلا البيض نتاع السمان ما كيحتاجش تقليب، وديجا فقصته بلا تقليب انا ونجحت لي العمليه. دابا انا كنحط البيض نتاع السمان كما قلت لكم الاصدقاء، كنحطوه في النصف على اليمنى ديالي، يعني ما كنقربوش للمصباح باش ما يفسدش لينا البيض. هذا الخطا راني درتو ولكن استفدت منه، اي خطا خصك تستافد منه اخويا، الا ما استفدتيش راه ما والو، ما كاين والو، خصك تستافد باش تنجح لك العمليه. وانا داكشي اللي ما نجحتش فيه راني استفدت منه، فهمتيني، داكشي اللي كنشاركو معاكم انا هنايا، راني فيا ما نحط البيض في الكارتون كامل، ولكن لا راني ديجا درتها، وما يعني فقص لي غير البيض اللي بعيد على المصباح كما قلت لكم. بهذه الطريقه هذه كنحطوا البيض ديالنا بحال هكا. وخليكم نوريكم واحد اللعيبه ضروريه هنايا، خصو يكون بعيد على المصباح، خليكم معايا نوريكم واحد العمليه هنايا، هذه ضروريه الاصدقاء خصكم ديروها. كما شفتوا راهي ديك الفتحه نتاع الترمومتر، انا دابا جبت الترمومتر غنوريكم
هذا هو الترمومتر باش نعمرو درجة الحرارة الإنسان، هو باش أصلا في قصة أنا درت التجربة الفايتة، هو أصلا اللي غادي ندير دابا. ها هنا غادي نشعلو هنايا، وديك الفوتحة اللي وريتكم أنا غادي نحاول ندخلو في داك الفوتحة، ودرجة الحرارة خاصها تكون 37.7. عقلوا الأصدقاء، يعني تا الشاشة نتاع هذا كتبقى عندنا في الخارج، يعني قلتلكم كتحكمو في الفقاسة غير من الخارج، يعني ما كنفتحوها ما حتى شي حاجه، يعني كنحطو البيض ديالنا كنساو داك العالم اللي كاين لداخل، كنحاولو حنايا اي حاجه كنتحكمو فيها غير من الخارج. كما كتشوفوا راه الراس نتاع الجهاز نتاع الترمومتر راه لداخل كيعبر لنا درجه الحراره، وكنديرو زجاجه هنايا باش كنراقبو الامور ديالنا. وانا ما درتش الجهاز نتاع الرطوبه حيت في التجربه الفايته ما درتوش ونجحت لي العمليه. يلا تهلاو الاصدقاء.